يقال إن القانون لا يحمي المغفلين، وعن هذا المشهد فلسنة بيروت في منطقة طريق جديدة. والشاهد في قصة الغباء والمغفلين فلانشغال هؤلاء بالرقص والسباحة تحت مسمى مقاطعة الانتخابات البرلمانية استجابة لدعوات سعد الحريري، في وقت لم يبقى فيه مجرم حرب أو حشاش أو معمم وتاجر مخدرات في ميليشيا نصر الله وبري من أتباع الديانة الشيعية إلا وصوتوا لقوائم إيران وسلاح الميليشيات السائقة. وعلى كارثية قانون الانتخابات والمحاصصات الطائفية في لبنان، جاءت الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتشكل في عمومها ضربة لإيران وميليشيا أسد. والمحصلة أو العبرة في النتائج كانت بتقدم حزب القوات اللبنانية بعشرين مقعداً والحزب التقدمي بتسعة مقاعد. أما قوى المجتمع المدني أو المستقلون فحازوا 13 مقعداً. ورغم تقدم قائمة أشرف ريفي كأحد ممثلي قوائم السنة، إلا أن الضربة لأذرع إيران وميليشيا أسد كان لها أن تكون أكبر أو قاضية، لولا قصة المغفلين الملازمة لتلك الشخصيات التي ساهمت بتدمير وإضعاف وإفقار وحتى اعتقال المسلمين السنة في لبنان خلال السنوات الماضية. هذا جديد مدينة طرابلس، وضمن شعار القانون لا يحمي المغفلين تمرر إحدى القوائم السنية المفترض بها باحثة عن حقوق وكرامة اللبنانيين شبيحا في ميليشيا أسد من أتباع الديانة العلوية. جامع السلام طرابلس، يوم الجمعة تفجير إرهابي، يعني يقولوا حوالي 65 قتيل بين هون وبين جامع التقوى. الصراحة أن تعليقات أبناء طرابلس كانت كافية لتكشف حجم القهر والخديعة التي وقعوا بها، فكيف ذهبت أصواتهم للشبيح المدعو فارس السلوم؟ وكيف يصوت الباحث عن حقوقه لقتلة ومجرمين؟ وإذا كانت الخيانة طقسا تعبديا لأتباع تلك الديانة إن كان في سوريا أو لبنان، فكيف أدخل المشرفون على القائمة هذا الشبيح دون أدنى بحث أو دراسة لخلفيته وتاريخه؟ ومن بيروت وطرابلس إلى تشتت أصوات السنة في عكار وعرسال وغيرها، وذات التساؤل عما ستقدمه أذرع خامنئي أو نصائح الحريري ومخلفات تياره لسنة لبنان، في وقت اعتبر فيه كثيرون أن الانتخابات الأخيرة امتداد لثورة 2019 وخطوة محتملة لهدم جبال النفايات وإنقاذ لبنان من عتمته، وذلك من خلال قطع أذرع إيران وميليشيا أسد وسلاح حسن نصر. جامع السلام طرابلس، يوم الجمعة، التفجير إرهابي.